التقطت هذه الصورة بتاريخ 26 أول أكتوبر عام 1981، لحظة عملية اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات على منصة استاد القاهرة أثناء عرض عسكري احتفالاً بذكرى الانتصار في حرب أكتوبر. ويظهر في الصورة خالد الإسلامبولي قائد المجموعة التي نفذت الاغتيال، وهو ضابط بسلاح المدفعية، وعبد الحميد عبد السلام الضابط السابق بسلاح الجو. وتمكنت مجموعة الاغتيال المكونة من 5 أشخاص من قتل أنور السادات بعدة رصاصات في صدره وعنقه. وقتل أيضاً في عملية الاغتيال والتي سميت بحادثة المنصة دبلوماسيون أجانب من الصين وعمان وعدد من القادة المصريين. وكانت من أسباب النقمة على أنور السادات والتي أدت لاغتياله سياسات التقارب مع الاحتلال الإسرائيلي والتي توجت باتفاقية السلام، وكذلك حملة الاعتقالات التي شنها السادات على معارضيه وخاصة الإسلاميين. تم إلقاء القبض على خالد الإسلامبولي العقل المدبر لعملية الاغتيال، وحكم عليه بالإعدام رمياً بالرصاص. وقد قام المصور مكرم جاد الكريم بتوثيق لحظات الاغتيال ب45 صورة.